محطة كهرباء الرطبة. نوصل رسالة للسيد رئيس البرلمان المحترم، السيد محافظ الأنبار، السيد وزير الكهرباء والجهات المعنية لإيصال صوتنا في معاناة مدينة الرطبة، بحيث انقطاع خط الكهرباء الناقل من القائم إلى الرطبة منذ 6 سنوات ولا زال لم يعمل به لحد الآن. نأمل من وزارة الكهرباء الإسراع بهذا الموضوع، وخاصة لدينا عقد ديزلات شركة مان، نأمل أن تفتح الاعتماد وزارة الكهرباء لثغرة تجهيز المولدات الخاصة بمشروع محطة ديزلات الرطبة. كذلك نأمل من وزارة الكهرباء مناقلة مولدات أخرى من مواردها إلى موقع ديزلات الرطبة لتعزيز المولدات الموجودة، لأنها لا تفيد الغرض المطلوب. أملنا كبير بالاستجابة لهذه المناشدة، وبدورنا نشكر الجهات المساندة لنا محافظ الأنبار باهتمام العالي بموضوع كهرباء الرطبة. عماد مشعل، قائم مقام قضاء الرطبة.